مبادئ كرة القدم. صحيح صحيح. سهلة. لعب سهل. فعلا الكرة في الوسط ضاعت لصالح المولودية. قاسم أو وليد ديرارجا دور كبير. وليد ديرارجا يلعبها من هناك لقاسم مهدي يفتح اللعب. هل تضيع هذه الكرة على قاسم؟ فعلا الانطلاق استرجاع الكرة في هذه الهجمة المعاكسة طلبها أو مهدي من على الجهة. العودة إلى الخلف إلى ولي بلال. ولي بلال التدخل على حسين قاسمي أو أحمد قاسمي. ياس الرحمة بالنسبة لحسين قاسمي رحمه الله ابن مدينة الكاليتوس واللاعب السابق لفريق شبيبة القبائل رحمه الله وجنانه. المباراة متواصلة والتعادل السلبي سيد الموقف 0-0 بين المولودية والنصرية في نهائي كأس الجمهورية يحتضنه ملعب 5 جويليا الأولمبي والرابع والثلاثين منذ تأسيس هذا الصرح الكروي الكبير. المولودية توجت بخمسة ألقاب هنا على ملعب 5 جويليا، لقب بملعب العناصر ولقب بملعب مصطفى تشاكير النصرية، اللقب الوحيد توجت به هنا أمام شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف، وهي المخالفة لأحد المشاغب المشاكس عبد الله. يعني من اللاعبين النشيطين في بداية هذا الشوط الأول، لاعب يعني يعرف يهاجم يعرف حتى الكرات البينية بالنسبة للقاسمي، ظل لاعب في المستوى وقطعة أساسية في يعني الرسم التكتيكي للمدرب بوزيدي. خريج مدرسة أولمبي العناصر وأسفاه على مدرسة العناصر. فعلا الكرة لصالح نصر حسين داي وهذه المخالفة. المخالفات ليست كثيرة من جانب نصر حسين داي، يعني لا يتحصل على المخالفات الكثيرة مقارنة بالمولودية. قاسمي يريد واحدة عالية حتى يصعد فوق الجميع، يريد واحدة عالية ولكنها تصطدم بالدفاع. ما زالت لصالح النصرية الانطلاق في الهجمة المعاكسة لصالح المولودية ولكن بعيدا نوعا ما. كريم غازي في التغطية الدفاعية مباشرة إلى التماس. الكرة مرت على اللاعب مقداد يلعبها كريم غازي بسرعة. تعود له كريم الاصطدام من كريم غازي. الكرة بين لاعبين مباشرة إلى الخمس أو إلى التماس. نصر حسين داي شاهدنا الكرة الأخيرة عبد النور المخالفة لم تستغل بكيفية لازمة. هذه الثنائية والمعركة التكتيكية بين اللاعبين أو بين المدربين بين بوزيدي وبين لطفي عمروش. لطفي عمروش متعطش يريدها خاصة وأنه شاب مدرب شاب يقود واحد من أعرق النوادي الإفريقية وليس الجزائرية اسمه مولودية الجزائر. وإذا كانت المولودية شعبية على مدار أو على كبرة كاملة التراب الوطني فإن النصرية أيضا هي تكسب احترام الجميع. ولما نتحدث